طيب نرحب فيكم ثانيا. الآن نتكلم على other forms of energy. تكلمنا قبل على one form اللي هو الميكانيكال. الآن نيجي نتكلم على thermal energy اللي هي الطاقة الحرارية. is defined by the energy required to raise the temperature of water. الآن لو بدنا نتكلم احنا الوحدات اللي بتستخدموها في الطاقة الحرارية بنسميها الكالوري، وهذه بتلاحظوها موجودة على الأكل في كل مكان. الطاقة تبعت الإنسان بتكلموا عنه كم كالوري بيحتاج اليوم، اللي بيطلعوا على الوحدات اللي بنستهلكها سواء في التمرين أو في كمية الأكل بنتكلم على الكالوري. The unit of thermal energy is the calorie, which is equal قديش هذه 4.184 جول. يعني نتكلم احنا تقريبا الكالوري 4.184 جول. الآن الكيميكال انرجي contained in food is much larger than a calorie and uses the kilo calorie. لو طلعتوا على اي شيء بتكلموا على الكيلو كالوري، بتكلموش على الكالوري. فهذه بس بتلاقوها، يعني تطلع على اي معلبات، اي بسكوت، اي شيء، حتلاقيه بتكلموا على الكيلو كالوري الموجود عندنا. الان في عندنا فورم ثاني من الانرجي بنسميه الالكتريكال انرجي، وزي ما بتعرفوا الالكتريكال انرجي از ميجرد ان كيلو وات اورز أو وات سكندز زي ما بدك، ها which is equal الكيلو وات اور بتساوي قديش 3.6 ميجا جولز. يعني برضو هذه أكبر من الكميات اللي بنتكلم عليها. الآن الهيومن يونت قديش بتساوي؟ بتساوي تقريبا 2500 كيلو كالوري. يعني الإنسان الطبيعي بيستهلك تقريبا 2500 كيلو كالوري في اليوم، أو لو بدنا نيجي نتكلم عليها بالنسبة للكيلو وات اور 2.9 كيلو وات اور، هذا اللي بنتكلم عليه من الطاقة. الآن used unit and power اللي عندنا for this course احنا بنستخدم، طبعا هذا الكورس له دخل بالطاقة الكهربائية، لهذا السبب نستخدم الكيلو وات اور as a unit of energy. 1 ton of oil equivalent تشوفوا هذا وحدات كبيرة، هاي بنسميها TOE is the equivalent of 41.87 جيجا جولز اللي عندي، او بدي ساوي 11.6 كيلو وات اور. هيستوريكال يونت البريتش اللي هي بنسميه البي تي يو بريتش ثيرمال يونت، هذه موجودة. باور از ديفايند از the rate at which work is done. يعني الباور هو عبارة عن ايش؟ الطاقة على الوقت. لانه لما نتكلم احنا عن الريت معناته بدنا نتكلم على على المعدل، المعدل بناخذ الطاقة على الوقت. It can also be defined as the amount of energy used per unit of time. The unit of power is the watt. يعني لما انت تتكلم على الوات بنتكلم على الباور. What is the amount of power produced when 1 joule of energy is used in 1 second? James Watt used the horsepower as a frame of reference to define the power of steam engines. الآن في الماضي كانوا بيستخدموا المواصلات، المواصلات كانت هي عبارة عن خيول بتجر عربات. الآن لما بدوا باستخدام السيارات والحركة الميكانيكية كانوا بدهم يقارنوها بحاجة هم الناس بتفهمها، فالناس بتفهم بتعرف اللي هي قوة الحصان، كم خيل كم حصان بجر العربة، هذا بيعطي القوة. فهم استخدم جيمس وات قوة الحصان كفريم اوف ريفرنس إله ليعرف الناس عن وحدة الباور. الآن الهورس باور is a unit used to express the power of electrical machine and engines especially in the transportation industry. ال 1 horse power بيساوي 746 واتس، يعني 746 وات اللي هي 746 وات. The electrical appliances that we use in our homes usually have a label with a power rating. لو طلعت لأي جهاز كهرباء في البيت حتلاحظ في ستيكر عليه اللي هي لزقة، اللزقة هذه بيبقى حاطين الباور ريتنج تبعها. The amount of energy used by the appliances depends on the time for which
it is used. طبعا اي جهاز عندنا بيعتمد على الوقت اللي بياخده لتشغيله كقديش بيستهلك طاقة، بس الباور ريتنج تبعه ثابت، بس معدل استخدامه في اليوم او في الشهر هو اللي بيعطينا قديش بيستهلك انرجي. يعني لو جينا لامب ريتد 40 وات، لمبة 40 وات استخدمناها لثمان ساعات، بتضرب 40 في 8 بتعطيني 320 وات اور، اللي هي 0.32 كيلو وات اور اوف انرجي. الان الالكتريك انرجي يوز، لو بدنا نيجي بدنا نطلع على الفاتوره البيت، فاتوره البيت اللي بتصلنا الوحده اللي موجوده فيها اللي هي كيلو وات اور، يو كان ايزلي كالكوليت ذا انرجي باي اذر هوم ابلاينسز باي لوكينج ات ذير باور ريتنج اون ذا ليبل اند ملتيبلاي ذات باي ذا نمبر اوف اورز فور ويتش ذا ابلاينسز has been used. Can you estimate the amount of energy consumed on an average daily in your house by filling up a similar table? الآن بدنا إياك تعملوا ككل في البيت، امسك الجدول الموجود عندي هاد، شوف إيش الأجهزة الموجودة عندكم في البيت الباور ريتنج تبعها كم ساعة تشتغل عندك واحسب المعدل هاد، وبعد هيك اضربها شوفها شوفها قديش بتقعد عندكم يعني الحسبة تبعتك، وحسبها للشهر وشوف هل هي قارنها بالفاتورة تبعت البيت تبعتكم. الأصل الأرقام بتبقى قريبة من بعض، إذا مش قريبة يبقى الحسبة اللي عملتها خطأ. الآن مطلوب منكم كلها تكون تعملوا هذه الحسبة وتسلموها إلي لأشوف كيف انتوا الاستمت تبعتكم، قديش الفاتورة تبعتكم الشهرية والأجهزة والمعدات اللي في البيت، قديش الباور ريتنج تبعها وقديش بتشتغل، وبتعطوني التوتال كونسومد انرجي. ويعطيكم العافية، وكمان بناخذ بريك وبنرجع نكمل إن شاء الله.